أهلا بكم محبي مسلسل إليكم ملخص الحلقة السادسة، ولكن قبل البدء اشترك في القناة وفعل الجرس لكيصلك كل جديد. دكتور مصحب يتصل على طلال ويقول له وينك من أسبوع، عم دقلك ما عم ترد، مها وينا؟ بيقول له لا تخاف هربت، أو إحنا ما حد راح يصدق مجنوني، وإذا ما لقيتوها لا تدقلي. مها بتدخل على بيتها وبتتذكر كل شيء صار معها، وبتحكي لمروان ولارا كيف دخلت لعندها مرة كانت تهرباني من زوجها، وكيف نعست بعد ما شربت القهوة، وقعدت لقت السكين بإيدها ومليان دم، ونزلت من تخت لقتها مقتولة، أو كيف إجا زوجها طلال وهداها وقال لا تخافين أنا معك وما راح خبر حدا، وكيف جاب للدكتور اللي تبع المصح على البيت وأخدوها، وبعد ما شافته مروان بيبعت مسج لارا هي يمكن تكون مرتكبة جريمة قاتلة ولازم نبلغها. لا ربط جاوبه بلغ بس انا ما راح اتركها لحتى تلاقي زوجها، وبقول لها خليكي عم تعاندي. وبعدين منشوف طلال حاطط كاميرا تصوير بمكان اللي راح عليه مروان، وبشوف الفيديو بيبتسم طلال.